انتو كابلز مكون من خليجي خلينا نقول كويتي وسعوديه، احنا نعرف ان المراه تتبع زوجها. انت شلون احمد شلون انت رحت عشت انا مظلومه في هذا السؤال؟ مظلومه ظلم تسالني فيه. جاوب ما تبين تتجاوبين، تبينه هو يجاوب عشان انا مظلومه فيه. ابي اعرف ليش مظلومه، قولي ليش مظلومه. اقول عطها الاذن. انا قلت خلي اقول لكم اوضح لكم الموضوع. انا يعني وضعي اول شيء نتكلم بيتي يسمح، يعني اخواني كلهم متزوجين والوالد والده الله يطول لي بعمرهم كلهم مسافرين و يعني بيتنا الله يحفظهم اي يعني يسمح ان انا اسافر برا. ف حاط براسي موضوع ان افتح كافيه طق براسي حلو، ورحت جده وشفت ان السوق وايد قوي. ها تبي تروح هناك تفتح كافيه تقصد؟ اي انا فتحت الحين ما باقي لي يمكن اسبوعين ثلاث شيء. ممتاز. نفتح ان شاء الله وبحضوركم ان شاء الله. ان شاء الله. ف اي باذن الله. فمشروعي هناك والحياه هناك مريحه، وبيني بيكم قاعد اقعد بالكويت اكثر من السعوديه، يعني بيتي موجود، بيتي موجود. فليش ما اكون بين هني وهني؟ هني اوفق بشغلي وشغل ملكه بعد، وهي على الكويت متى ما ابي. صحيح. شنو اللي رابطنا؟ ولا عشان يمكن انت قلت ملكه عندها عرايسها وعندها مواعيدها وشغلها وهي ماشيه واكثر تاثيرا منك فقعدتوا في جده. يمكن حتى أنا قلت بكلامك ان انا بدي شغلها على شغلي. لا بس انا يعني اللي يعرفون ناس ان انا موقفه شغل صار لي 5 شهور. موقفة بزنس تماما، فما صار عندي شغل، صرت ربت منزل 8 شهور اساسا. من تزوجتوا انتوا علاقتكم في الزواج 8 شهور ولا تقريبا 9 شهور 10 شهور أه. شيء زي كذا يعني، بس انا موقفه من 5 أو 6 شهور شغل تماما. احمد انت متحسف على شنو؟ انك انت ما سحبت ملكه عندك في الكويت؟ لا والله اقول لك شغله، ما عندك مشكله اقول لك شغله. اي هي يعني تحن علي على موضوع الكويت، خلينا نروح الكويت، خلينا نروح الكويت. انا ابغى اعيش في الكويت وهو يبغى يعيش في السعوديه، وانا اللي مظلومه قدام كل الناس انه هو اللي جاي. يعني انت شو رايك؟ يا جماعه انا ابغى اروح هنا، انا حابه اقعد هناك خلص. هو البزنس حقه، هو يعني مشروعه اللي يبغى يسويه ناجح اكثر في السعوديه. مو لازم يكون موجود هو بالسعوديه، بس احنا اتفقنا تخلي مدير هناك على احنا متفقين سنه ان شاء الله ونستقر في الكويت بإذن الله. إذا نوقف المشروع ونضبط أمورنا ونضبط حياتنا مو غلط يعني. والله الأمانة أنا قاعد بجدة، قعدت بجدة راحت الكويت يعني. إيه ما شاء الله يعني جدة تبارك الرحمن همن منطقة حلوة، ولا كسور بالمناطق الموجودة في المملكة العربية السعودية، وكده هي ما راح تقصر يعني معاك وأهلها أكيد.